بهذه الشعارات العملاقة وبهذه الانطلاقات تقود المشاركات رمرومة، تقود المنطلقات وتتقدمهن رمرومة على مقدمة الشوط لتحمل شعار هجن العاصفة بهذه التحديات والانطلاق مع الواثق حمد بن راشد بين غدير، بينما تلي رمرومة على المركز الثاني وتلاحقها الغارية من هجن الشحانية، وسالم بن جابر بن فاران المري يقدم الغارية على المركز الثاني، بينما المركز الثالث في شقرة اللي في المركز الثالث مشاهدين العزاء أو أثير تاتي في المركز الثالث في شعار هجن العاصفة، يقدم أثير وتضميرها حمد بن راشد بن غدير، بينما المركز الرابع رابع المراكز تتقدم في وسيلة تعود ملكيتها من هجن الرياسة يضمرها سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي، بينما المركز الخامس تواجد في خامس المراكز لشقرة لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم، وحمد بن علي العويسي يقودها مضمرا على المركز الخامس. والمركز السادس تواجد في سادس المراكز تقدمت الشاهينية لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، حمد بن ضعيف بن غدير هناك يقودها في هذا المنطلق. والمركز السابع وصلت في هذه اللحظات سحابة تعود ملكيتها من هجن الشحانية يضمرها محمد بن خالد العطية، والمركز الثامن تقدمت الشاهينية من هجن الرياسة وراشد بن محمد بالسم المنصوري يضمرها، أما المركز التاسع براقة من هجن الشحانية مع سلطان بن سالم بن محمد الوهيبي سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، والمركز العاشر نشوة تعود ملكيتها لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوب، ومطر بن سيب بن لاحج الهاجري يتولى عملية تضميرها. هكذا مشاهدين العزاء العشر المراكز، هكذا سن الإذاعة، هكذا شعارات يا أصحاب السمو الشيوخ على ظهور الأصايل، على ظهور هذه الانطلاقات والتحديات بالتنافس في ميدان المرموم في تحفة الميادين في ختام المرموم الرائع والمبدع والجميل في تحدياته. نعود مشاهدين العزاء، نعود يلا رمرومة، رمرومة نوعية النخلية الفريدة والجميلة والرائعة في هذا المنطلق، تسيطر على مقدمة الشوط، تندفع على المركز الأول في هذا المسار وهذا التحدي الشيق والرائع على أرضية هذا الميدان. رمرومة مشاهدين العزاء تقود المشاركات وتندفع بالمركز الأول بشعار العاصفة وهجنها مع هذا الاندفاع وهذا الانطلاق الصباحي الجميل. حمد بن راشد الواثق من قدراته ومن تضميره مع هجن العاصفة ومع هذا الانطلاق، بينما هناك المنافسة القوية والقادمة كذلك من الشحانية والمنطلق الغارية مع الشعار العنابي الجميل المنافس دائما والمحقق دائما لإنجازات كذلك. يا سلام هذه الغارية، هذه الغارية تسيطر على مقدمة الشوط بالشعار العنابي المنطلق على المركز الثاني، وهناك أحد المضمرين المضمر الذهبي سالم بن فاران المري الذي يقدم هذه الانطلاقات، أما المركز الثالث سحابة في المركز الثالث الذي تنطلق في هذه اللحظات من هجن الشحانية يضمرها محمد بن خالد العطية، وتاتي في المركز الرابع رابع المراكز براقة تندفع في هذه اللحظات أيضا من هجن الشحانية، وسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي العملاق كذلك متواجد على المركز الرابع في هذه اللحظات. والمركز الخامس تواجدت في نشوة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، مطر بن سيف بن لاحج الهاجري يقودها في التضمير
بينما تاتي في المركز السادس في هذه اللحظات والتحرك من قبل هجن الرياسة ووسيلة وسهيل بن أحمد بن دري الفلاحي يقودها مضمرا في هذا المنطلق. نعود مرة ثانية، نعود إلى المراكز الأولى، نعود إلى القارية ورمرومة، رمرومة والقارية في هذا الانطلاق، في هذا الاندفاع الشيق والجميل الذي بدأ من البداية بالتنافس ما بين الثنتين، ما بين الثنتين بشعار هجن العاصفة على ظهر رمرومة، شعار هجن العاصفة على ظهر رمرومة، والغارية الغارية شعار هجن الشحانية على ظهر الغارية. الله يا سلام يا بن فاران، يا بن فاران يا سلام على هذه الانطلاقات وهذه التحديات. يا سلام الكيلو الأخير والغارية انطلقت، الغارية انطلقت بشعار هجن الشحانية بالشعارات العنابية للمرة الثانية على التوالي في هذا الصباح، في هذه الانطلاقات، في هذا التألق لهذا الشعار الذي يستحق الأشادة، الذي يستحق هذه الانطلاقات الجميلة والتحديات بالتنافس، بالتحدي الجميل، بالانطلاق الرائع. هذه تحدياتي، هذه الشعارات، شعارات أصحاب السمو الشوق، هذه الغارية في هذه المؤسسات العملاقة. ولكن شوف القدوم من سحابة قادمة، سحابة أيضا بشعار هجن الشحانية، ولكن محمد بن خالد العطية يقودها، العطية يقودها بالتضمير وبالترتيب وبالعناية في هذا المسار. بنشوف هناك مع المراكز الأولى، يا سلام يا سلام السيطرة العنابية الجميلة مع هذا الانطلاق، ولكن لا زالت الغارية مع الذهبي للمرة الثانية. بن فاران للمرة الثانية، سالم بن فاران المري مع شعار هجن الشحانية مع هذا الانطلاق وهذا الاندفاع الجميل. تهانينا مشاهدينا الأعزاء، تهانينا على هذا الفوز، على الفوز الهجن الشحانية، الهجن القطرية العنابية الجميلة الذي تقدم هذا الأداء الرائع والجميل. تهانينا كذلك لسالم بن فاران المري على فوز الغارية بالمركز الأول. قدمت كذلك سحابة أداء جميل بن هجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية المركز الثالث، وصلت فيها ملولة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان المركز الرابع، وصلت في عالية من هجن الرياسة، والمركز الخامس وصلت في نشوة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. هكذا مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، في هذا المنطلق وفي هذا الشوط الذي حمل لنا الأثار والحماس، ولكن القارية هي من تفوقت في هذا الشوط وقدمت الأداء الأفضل. أهدت تحياتنا من المرموم للشحانية وهذه هجن الشحانية الذي تألقت في هذا الصباح بالإنجازات. قدمت توقيت زمني القارية مشاهدينا الأعزاء على شاشة التلفزيون 9 دقائق و7 ثواني مشاهدينا الأعزاء بالوفاء والتمام. تهانينا لهجن الشحانية، تهانينا سالم بفاران المري، بينما وصلت في المركز الثاني سحابة بنشوف توقيتها الزمني أيضا من هجن الشحانية، قدمت أداء جميل 9 دقائق و8 ثواني و6 أجزاء من الثانية. تهانينا كذلك لهجن الشحانية، تهانينا لمحمد بن خالد العطية المضمر مع هذا الانطلاق المضمر المشاقب مضمر سحابة، بينما وصلت في المركز الثالث هملولة، وصلت في المركز الثالث في توقيت زمني 9 دقائق و12 ثانية و4 أجزاء من الثانية لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان مع محفوظ بن خميس الينيبي. تهانينا والناموس.